المشروع في بن معقل، حومة بن معقل في ميدون في جربة. اسم المشروع هو ما تضرهاش، متجه للشباب. ما تضرهاش شنية؟ ما تضرهاش صحتك، ما تضرهاش عائلتك، ما تضرهاش بلادك، حومتك. أول ما بدينا المشروع هذايت في الدورة التكوينية مع بريتش كانسل وجسمين فونديشن. الفكرة أنت عن المشروع الاجتماعي ما تضرهاش جد بطبيعة من خلال الشباب اللي هم تقريبا ناجدة وفتح لنا أولاد دار الشباب ونعرفهم. الشراكة مع دار الشباب وثم أطراف معنا من المجتمع متاعنا هنا من الحومة فرحوا بالبروجي هذايا ووافقوا انه باش يخدموا معنا. انا puisque je suis formatrice نخدم je suis psychologue et formatrice en tout ce qui est développement communication gestion de conflit نقولوا احنا الاولويه لاولاد حومتي. هذاك علاش اول حاجه فكرت فيها وقت اللي سمعت بالبروجي هذا pourquoi pas je le fais bénévolement. البرنامج formation في technique de communication interpersonnelle في تقنيات التواصل بين الأشخاص وفي الجستيون دو كونفلي. بعد الاكتيفيتي الثانيه في برنامج ما تضرهاش هي سيت ديفيزيون دو فيلم او ديبا. avec la diffusion de film علاش ما نعملوش une diffusion de film dédié aux parents. الجمعه الجايه ça sera في دار شباب une forme une كيما une diffusion de film et un débat que je vais animer pour les parents. اخر اكتيفيتي هي باش تكون في المدرسه، هي باش يكون يوم تنشيطي باش يكون فيه اتوليه دو ديسان للصغيرات باش يعملوا دي ديسان على العنف كيفاش يشوفوا كيفاش، وباش يكون فما كومبيتيسيون. حاجه اخرى عندنا اولاد دار الشباب باش يحضرونا مسرحيه وتابلو دو دانس ابروبو العنف معناها وكيفاش كيفاش نتصدوا له.